من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ربوع الوطن. في هذا الإطار جهزت الوزارة عبوات غذائية متميزة وبطاطين لتوزيعها على أهالي الواحات البحرية بالجيزة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشتة بيبان من اللي بيحب مصر، هنا مصر اللي عشناها. مع إشراقة شمس يوم جديد على مدينة الواحات، وصلت السيارات المحملة بالسلع الغذائية والبطاطين إلى المدينة، حيث تم تجهيز عدد من السرادقات لاستقبال الأهالي وتوزيع العبوات الغذائية والعينية عليهم، وسط ترحيب كبير منهم بمبادرة وزارة الداخلية لدعمهم. فهي ليست المرة الأولى التي تأتي الوزارة بهذه القوافل إليهم برغم بعد المسافات، ما يؤكد اهتمام الوزارة بهم والحرص على استمرار دعمهم. احنا بنشكر سيادة الرئيس على اهتمامه لينا بأهل الواحات والخدمات اللي بيقدمها لنا. كما تم توجيه مأموريات لتوزيع العبوات الغذائية والبطاطين على الأهالي بمقر إقامتهم، حرصا على استفادة أعداد كبيرة منهم من المبادرة. كل سنة طيبة ورمضان كريم عليكم يا رب. كل سنة طيبين. تفضلي. كل سنة وانت طيبة. كل سنة طيبين. نشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي عملوا عندنا في الواحات البحرية وعلى مبادرة كلنا واحد، وتحيا مصر تحيا مصر يا مصر. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد، واحنا بنحب مصر هنا مصر اللي نذكرك يا ريس ويدعانك الوحش يا رب. نذكر الريس اللي جاب لي حاسلي لحد أنا، فاكرني وجاب لي حاسلي لحد هنا، ونشكر الشرطة اللي جات وجاتني لحد هنا، ويغنيهم ويسترهم ويعليه ويرقيها الريس. لم يقتصر دعم وزارة الداخلية لأهالي الواحات البحرية على توفير سلع غذائية وعينية لهم، بل امتدت التيسيرات إلى توفير قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة ضمت كافة التخصصات، يتولى أطباؤها الكشف على المواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم. احنا بنشكر الرئيس اللي هو بعت لنا وزارة الداخلية، وبنشكر الناس اللي جت الواحات البحرية وكشفوا علينا وادانا علاج مجانا، وبنشكرك يا رئيس. هنشكر سعادة الرئيس وزارة الداخلية انهم جم عندنا في الواحات. شكرا يا رئيس، شكرا، الف شكرا عليك، الف شكرا يا علم الدار، يبعد عنا الوحش، عالجنا كلنا، يحوش عنا الوحش يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف، ونضحي بعمرنا عادي، واللي عادي بلدنا يشوف، هنا مصر اللي عشنا. نشكر رئيس الجمهورية ان هم عارفوا حالة بابا وجابوا له كرسي. شكرا يا رئيس. وتحيا مصر. وضمت القوافل خدمات قطاع الأحوال المدنية لتسهيل استخراج مصدرات القطاع للمواطنين هناك، وهو ما يوفر عليهم قطع مسافات طويلة للحصول على هذه الخدمة. أنا جيت نعمل البطاعة هنا وأقبل حضرتك، والدنيا حلوة، ونشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي بيعملوه معانا ده، ووفروا علينا كتير. أنا جيت طلعت البطاقة هنا وأنا والمدام، وإحنا سعداء بمعرفتكم، ونتمنى ونشوفوكم تاني في الواحات البحرية. وكذا توفير خدمة تراخيص المرور المختلفة، وهو ما أشاد به المواطنون. بالنسبة للترخيص هنا في الواحات، فوفروا لنا إن إحنا بدل ما نسافر نروح أكتوبر مشقة السفر علينا، فجابوا لنا اللجنة هنا، فده ممتاز جدا، خلي بالك، وتوفر علينا لصعب الطريق في الواحات أصلا. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان، وفرصة سعيدة انكم جيتوا الواحات هنا، واحنا تشرفنا بيكم.
لا يتوقف دعم وزارة الداخلية للمواطنين على أماكن محددة، بل يمتد الدعم إلى كل ربوع الوطن مهما بعدت المسافات، في إطار دورها الاجتماعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.